هذا المشروع بعد وفاة والدي، وهو عبارة عن غرفة معيشة في النهار بتكون عبارة عن غرفة تعليمية. برغم من الإبادة الجماعية اللي بنتعرض لها وبرغم الألم والجراح، إلا أننا بنسعى إلى تعليم أطفالنا وبناء مستقبل لهم، وإحنا بنواجه الصعوبات التي نتعرض لها. الاحتلال هدم جميع مقومات التعليمية، إلا أننا نعود من خلف الركام والدمار لبناء وسائل تعليمية لتعليم أطفالنا. نحن شعب يحب الحياة، شعب صامدون في أرض مهما فعلوا الاحتلال.